مكان يا مكان، في قديم الزمان، في زمان الملك العادل داود عليه السلام، في أحد الأيام طلب النبي داود سلام الله عليه من رب العالمين يروي طريقة حكمه بالآخرة، يريد يرى كيف يحكم رب العالمين على عباده. هل هو حكم مثل هذا الحكم اللي نراه؟ أنت متهم فعلت كذا، حكم عليك ورفعت الجلسة، أم كيف تكون عدالة الله تعالى؟ فكان رد الله تعالى عليه أنه هذا سر ما أطلع عليه أي عبد من عبادي. مرة ثانية طلب النبي داود عليه السلام من الله، فاستجاب له الله سبحانه وتعالى وقال إذا سيأتيك اثنان أحكم بينهما. في اليوم التالي جاء رجل كبير ويمسك بيد الشاب وبيد الشاب عنقود عنب. الرجل الكبير اشتكى على الشاب وقال يا نبي الله، هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرم العنب وأكل منه بغير إذني. النبي سأل الشاب فعلت؟ قال نعم. فهي الحالة من المذنب؟ بالطبع الشاب، واعترف على نفسه، وأي شخص ممكن يحكم ضد الشاب. لكن لاحظ خفايا الأمور وحكم رب العالمين. هبط جبرائيل عليه السلام وقال يا نبي الله، يقول الله تعالى لك، ما مضمونه؟ أعط السيف للشاب وليضرب عنق الرجل الكبير. فزع النبي وسأل عن السبب، لأنه الظاهر أن الشاب هو المذنب، ولما سمع الناس ما تقبلوا الأمر. لكن حكم الله مختلف، هناك خفايا. قال له جبرائيل عليه السلام إن هذا الرجل في يوم من الأيام دخل على بستان والد الشاب وقتله، وأخذ البستان غصب أو دفن فيه 40 درهم تعود الوالد الشاب. إذن ماذا تبين؟ تبين أن البستان أساساً حق الشاب، والرجل الكبير هو المعتدي وسارق وقاتل، وللشاب ثأر من هذا الرجل وهو لا يعلم، لأنه ما كان يعرف أنه هذا الرجل الكبير قتل والد. جمع النبي داود عليه السلام القوم وأخبرهم ونفذ الحكم وأعطى الشاب مكان الدراهم المدفونة. في بعض الأحيان تقول يعني لماذا رب العالمين يفعل كذا، ولماذا يكون الأمر كذا، أو تبقى تتذمر. لكن الحقيقة هناك أسرار، نحن ننظر من زاوية واحدة، أما رب العالمين يعلم ظاهر وباطن الأمور، ينظر إلى الماضي والحاضر والمستقبل بوقت واحد، وهو حكيم ويحكم وفق حكمته وعلمه وعدالته، ووفق الخفايا اللي هو يراها ولا نراها، ولا ينتظر منك رأيك، ترضى وما ترضى، لأنه هو أعلم بمصالح العباد. يكفي أنه تثق برب العالمين.